إسبانيا رفضت استقباله. الجزائر تنقل زعيم ميليشيات بوليزاريو إلى هذه الدولة للعلاج. أكدت عدة مصادر متطابقة نقل إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليزاريو المسلحة إلى كوبا للعلاج. ويسود تكتم كبير في الجزائر على نقل زعيم التنظيم المسلح لميليشيات البوليزاريو إلى كوبا على متن طائرة الرئيس الجزائرية المجهزة. وحسب ذات المصادر فإن نقل المدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليزاريو إلى كوبا يأتي عقب رفض إسبانيا استقباله للعلاج عقب الأزمة الدبلوماسية التي تسبب فيها استقباله خلال المرة الأولى. وتضيف المصادر أن حالة غالي خطيرة جدا وقد يلقى حتفه في كوبا بعدما عجزت دولة الجنرالات المفلسة عن علاجه بسبب غياب المستشفيات والتجهيزات الطبية الضرورية وتخصيص مليارات الدولارات لشراء الأسلحة، بينما يواجه الشعب الجزائري الجوع والموت بسبب تفشي كورونا.